وكانت هناك مشاركات لفنانين مغاربة وفنانين عرب وأيضا فنانين أجانب، وكانت أيضا تكريمات، وكانت مجموعة من الأشياء الإيجابية التي تعطي قيمة لهذا المعلم. كانت هناك دي ماستر كلاس وركشوب، كانت هناك لقاءات ندوات، وهذا فعل سينمائي حقيقي ينخرط في تنظيم المهرجانات الكبرى. ثم مشاركتي كانت أيضا ضمن لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام القصيرة اللي شاهدنا فيها 17 فيلم قصير، وكانت هذه الأفلام فيها الكثير من الأشياء الإيجابية. كانت هناك أيضا أشياء تخص الجانب الفني والجانب التقني، سنكتشف إن شاء الله الفائز بهذه المسابقة. الأهم من هذا هو أن هذه المشاركة تؤدي أيضا لتطعم ولتعزز علاقتنا بالسينما والتوجه الحقيقي الذي نحبه ونشعر به تجاه الفعل السينمائي. السينما ستبقى دائما منيرة ومحيطة بنا وتعطينا فضاء شاسع لإيصال مفاهيم متعددة للمجتمع وأن تخلق فعلا تواصل حقيقي بيننا وبين المجتمع. اللي نقدر نقولك بأن الجائزة الكبرى اختارت بالإجماع، بمعنى أنه كل الفعاليات اللي كانت في اللجنة اللي تشرفت بالرئاسة ديالها اتفقت على أنه الفيلم المتوج كانت عنده مقومات جمالية أكثر من بقية الأفلام. ما كنقولش بأنه بقية الأفلام كانت ناقصة أو لا، كانت يعني أقل بكثير، ولكن الفيلم المتوج صراحة توفرت له كل المقومات الجمالية، عمل احترافي بناء وحكيا، بالتالي كان إجماع ديال أعضاء اللجنة، بمعنى ما كان ولا ذرة اختلاف. وهي مسألة اللي أنا تمنيت له كان أحضر الاختلاف، ولكن مادام أنه لنا اختلاف رحمة، ولكن مادام أنه كان إجماع بالتالي فالعمل كان ظلم اللي يشوفوه الناس المهتمين من بعد غيبان لهم بأنه هو العمل اللي متميز مقارنة بقية الأفلام اللي في المسابقة. L'événement a été incroyablement bien organisé, la qualité de la programmation extraordinaire et voilà un immense merci pour tout ça. Alors pour moi c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois que j'avais vraiment la chance de pouvoir découvrir le pays et en plus d'être invité ici, c'était j'ai pu le découvrir seul, j'ai pu aussi voir cette ville que je connaissais très peu et une super expérience de moi aussi pouvoir entendre un peu le point de vue des Marocains, parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait une communication et j'étais très content de pouvoir suivre aussi tous les séminaires qu'il y a eu dans le festival, de pouvoir entendre aussi les points de vue, ce que les Marocains pensent aussi de la situation. C'est Oscar et Lily de Arash Ria. Un petit mot à Sam Kounichi, puisque vous êtes ami du réalisateur. Sam Kounichi, comment vous Charafi, l'après Sred Festival, il y a tout le monde qui est وقال لي نقول لكم بانه هو فرحان بزاف وعزيز عليه المغرب وعزيز عليه اكادير وعزيز عليه هذا المهرجان اللي بالنسبه لنا كاملين في قلوبنا كيف قالت المخرجه ياسمينة بن بيجي. انا فرحانه بزاف حيت انا هنا وغادي نعطي هاد لي تروفي ليامينة بن جيجي qui est la réalisatrice gagnante de ce festival et à l'actrice, la meilleure actrice de ce festival cette année, Mai Wen. Je suis très très heureuse de leur remettre en main propre en tant qu'actrice marocaine et j'ai beaucoup d'admiration pour elles deux. Mai Wen est aussi réalisatrice dans la vie. Là, il se trouve qu'elle a joué parce qu'elle est aussi actrice, mais c'est deux femmes que je respecte énormément, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. بزوج الشريط اللي نال بالاجماع الجائزه الكبرى في مهرجان اكادير السينما والهجره فئه الفيلم القصير اللي تشرفت انني نترأس لجنه التحكيم ديالها، فيلم ديال اون نوفيل بيرسبكتيف لايمانويل بونزانو، جائزه خذتها بالاجماع لانه هذا هو الشريط اللي
توفر فيه ما غاب عند غيري عند 14 الافلام الاخرى اللي كانت نفساته بالاجماع. علاش؟ لانه لا بناء لا حكيا شريط صراحه فيه كل المقومات الجماليه اللي خلاته انه يقنع اللجنه، لانه مقاربه جديده في تناول ديال تيمات الهجره، ماشي ديك زاويه المعالجه اللي مستهلكه في افلام الهجره. بالتالي كان شيء العادي لي انه كل مكونات اللجنه اختارته. وهذا الشريط هذا كما سبق لي قلت حتى الناس اللي كانوا معايا في اللجنه، هو انه هذا الشريط هذا كيستحق انه صراحه يتوزع حتى على معايد ديال السينما عندنا. علاش؟ باش يشوفوا حتى الطلبه كيفاش انه واحد السيده سميتها ايمانويل لابونزانو كيفاش كتحترم السينما. فقد تمكن الجمهور من معلقه صناع السينما والاكاديميين والفنانين والنقاد والمتتبعين وغيرهم من ضيوف المهرجان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.